المستشفى من عند خالي، تعبان عامل حادثة والمنطقة كلها عارفة، عشان احنا برضو يعني قدامي هنا نعتبر بقالنا 11 سنة من أول ناس جم فيها، وطالع من المقطم عادي مفيش أي حاجة لغاية نادي الشرق، لقيت ناس واقفة مختارهم لجان شعبية بسألهم بيقولوا لي خش يمين من كان هنا، الساعة كام؟ كانت حوالي الساعة 5 5:30. تمام، قالوا له خش يمين. خش يمين من هنا، دخلت يمين، يمين اللي هو عند نادي الشرق ده يعتبر قصاد مسجد بلال بن رباح المقطم عندنا برضو فوق، دخلت يمين كده لقيتهم واقفين، انزل، قاموا مفتشني واخدين البطاقة والرخصة والتليفون والمكنة، وقاموا ضربنا ومقعدنا في الأرض، وبعد كده خدونا دخلونا على الجامع، دخلنا الجامع مسجد بلال في دار المناسبات تحت حضرتك، ولو عايزنا اوصف لك دار المناسبات انا ممكن اوصفها لحضرتك برضو. وانا برضو الحمد لله كانوا متظاهرين منين؟ كانوا متظاهرين منين؟ من عند نادي الشرق كده والمقطم، من اول نادي الشرق. لكن ما تعرفش هما من انهي طرف؟ طيب، ما هم من الاخوان، عشان خدونا في اتوبيس ورمونا ودخلونا الجامع. خدوك في اتوبيس تبع الاخوان؟ تبع يعني الاخوان. اه ولع من الثلاث اتوبيسات اللي ولعوا في العاشر من رمضان، عشان هم رمونا على طريق السويس ما بين كل واحد وواحد كيلو. ايوه، واللي جابني لغايه بنزينه وطنيه راجل عرباوي موجود لغايه النهارده معايا رقم تليفونه برضه، لو عايز حضرتك تكلمه اكلمه لك واساله انا جابني منين وجابني ازاي حضرتك، رامييني مقلعين هدومنا ورامييني لا مؤاخذه بالبوكسر وحافي والعرباوي قام جايبني لغايه بنزينه وطنيه وقام مديني فلوس قال لي اركب، ركبت طلعت رحت عشان اعمل محضر محدش رضي يعمل محضر. انت خدوكوا جوه دار المناسبات؟ دار المناسبات. كنتوا كام واحد تقريبا؟ كنا زياده عن بتاع 70 واحد او اكتر، كمان 80 70 واحد. اه 70 واحد. طيب اعتدوا عليكوا جوه دار المناسبات؟ دار المناسبات بقوا يمسكوا دراع الواحد، وواحد يمسك الدراع ويقول له اضرب اضرب على كوعه، ويقوموا ضاربين، واحد يفرد رجله ويقول له اضرب اضرب، يقوموا ضارب وكرابيك وبالايديهم وبالبنيات وكل حاجه، كان ضرب بجميع، بص بجميع الوسائل. مشينا من اول شارع 9 لحد نادي الشرق، قال لك خش يمين عشان في ضرب، دخلنا يمين لقينا الاخوان راحوا موقفيننا بطايق، راحوا اتلموا علينا وراحوا مدخليننا مسجد بلال في قاعه المناسبات. طب يا جماعه في ايه؟ طب ايه اللي حصل؟ مفيش، محدش بيفهم منك حاجه، وضربوا وراحوا مدخليننا جوه، العب بقى هدومك والكلام دوت، وخد ياخدوا البطاقه والفلوس والكلام دوت، وضربوا اللي اتأدب ومفيش حد بيفهم حاجه. في الاخر راح واخدنا وراح مرمينا على طريق السويس. طب اهالينا تيجي تاخدنا؟ طب اي حاجه من الكلام ده؟ هم خدوا الموبايلات طبعا وكل حاجه. ايوه، ما سابولناش حتى المكن وكل حاجه، ما سابولناش اي حاجه، وفي الاخر رمونا على طريق السويس، وكان معانا ناس كتير قوي. بس ما بين كل واحد واحد مثلا كيلو مسافه. عشان ما تلوش بعض. بس ربنا كرمنا بالناس بنت حلال جابت، تعب رحت على مستشفى احمد مهل. عملت متابعه، كارت متابعه، وبروح من بعد كام يوم، يعني ايه كل كام يوم بروح اتابع يعني. هي ايدك فيها كسر ولا فيها شغل؟ فيها كسر، كسرين ورا بعض من الشوم، لان هم كانوا بيفردوا ايدينا ويضرب عليها، يقول لك اضرب على العظم عشان يتكسر. We'll be right back.